الملك فدو من تعمر سالم من خلي مادة ذهب في ذا الاحتفال زين فتى بارك الله ودائما شاركوا فيه ما هي المرة الأولى الزال ذك الساعة في الخيام وعدل فيه ياسر من الشي وبريكم واللي تبارك الله عاتبتنا في خيمة كبيرة زينة شارك فيه العالم كامل بصفة عامة وزين احتفال وزين تدشينه وزين تدشين له سعادة الوالي ويقدر ويكبر ويدشن دائما سمعتم يا غير احنا الصناعة ما قطرينا فيها شي حقين قال دايما شاركوا فيها ودايما نعودوا معاها يا غير ما قطعت عوضتنا احنا من المجتمع المدني نطلبوا زين عندنا الصناعة تقدرنا وتنفعنا وتنفع المجتمع المدني كامل بصفة عامة اللي يشارك معاه انا رئيسة جمعية سمعت جمعية ولوتاد الثقافة والتنمية ولاني من الجمعيات الطماعات ولا الطلبات ولا ندور شي مهوفه اللي قاع خانيني ولا انا حامده ولا قال لا زين عندي شي كامل في الدوله المغربيه نشارك فيه وتو سمعتني والله انت عندي الملاحف وعندي الرمبايات وعندي السكات وعندي النعايل زينات المرك وعندي سكات المرك زينات ديال الكرت وعندي ملاحف الحرير وعندي اشخاقي والتزيات وجمال رعيهم والديارات الزينة سمعتني والله انت ولا خالك شي ما نبيع تبارك الله مبارك السالك أمينة المال لجمعية الأصيل للمورث التقليدي أمينة المال تبارك الله لاباس الحمد لله بدينا جهدنا لله الحمد في الجمعية وبدينا شؤوننا وبدينا مساينا نخدموا خدمة الحلال الحمد لله شاكرينه وتو نتواكي مع الصناعة التقليدية الضفاير والحنة والبخور المسائل التقاليد اللي كانت الناس الاولى مشتاقه بها الحمد لله وبسطت لله الحمد في انواعها اللي كانت تتغير من الله شوي شوي عاد لله الحمد هذا القاعه ما شاء الله هذا الرواق ملان من الملاحف من البخور ومن الدهن البيضاء والكحل وتيدكت والذرور والنوايع مسائل التقاليد اللي كانت الناس تعدلهم الا العروس والله الوحده راح وصافي وكانت الحمد لله عاد الله الحمد لله متمشيه في الاسواق الحمد لله ولكن مشكيه شوي الجمعيه من قلت الدعم الا ذاك هي بدات جهدها الحمد لله ولكن تبغى شوي الدوله تعطيها قدر وتعطيها مهمه في التعدل وتعطيها هذا هذا تشجعها في ذي المسائل تعدل عنها بادر جهد فيه وتعلم الطافيلات وتعلم الحمد لله توفى الله الحمد الحمد لله اسمه محمد اهل احمد محمد سمعت وخياط يعني سمعت عندي جمعيه قالها الجمعيه المهنيه للصناعه والطرز والزي التقليد الصحراوي يعني سمعت قطعنا ما قط جبر الدعم يعني سمعت تو هذا الزي زي زين وناس كاملة لابسته لأنك تسمع فيه ياسر من الفوائد فايتو في الصيف يعود بارد لأنك تسمع به اللي هو قطن لأنك تسمع وفي الشتاء يعود أما اللي حامي لأنك تسمع يدف هذا فهم وفيه ياسر من الفوائد يا غير الناس قاع ما هي عاضته عناية لأنك تسمع
وحنا لهم نطوروا اذا سمعت من الدره عدناها فوقيه ومن فوقيه عدناها قاميش وقاميش السروال اندريسي عدناها بانتلون ولا ماشي نطوروا هذا انت تسمع وزي زين اذا سمعت وحنا ما نصيبوا عنه انت سمعت واخا جبرنا تكباط وجبرنا جلالي الزي التقليدي الصحراوي ضروري عندنا انت سمعت اللي ما عندنا لابسين وكاع ما نرتاح انت تسمع وتوه والله الا نقولوا الدعم نقولوا الدعم حتى من الدوله نقولوا دعمنا من الاطراف كامله انت سمعت اللي ما عنده دعم كامل ويدعم باسم جمعيه بيت حوال التنميه جينا الشيخ الغويلية جينا هون هذا المعرض مشاركين فيه بالمسائل التقليديه والتراثيه الشيء كامل ديال المراه اللي تمتاز به المراه من ظفاير ومن قدحات اللي كانت الناس اصلا تشرف فيهم وهذا التراث نختاروا انتم ولا نحيوه ونختاروا ما نتفاوتوا عنه نختاروا مولي اللي جاوا جيال ثاني يشوفوه ويعرفوه ويتعلموا به ويعرفوا عن ذلك وحنا كجمعيه عندنا منتوج تقليدي وعندنا ذا كامل نختار دعمنا مصالح ونختار نعود نروجوه برا نعود نقصوا به المدن الثانيه كيف نقصوا به الدار البيضاء ونقصوا به فاس ومكناس ولا نقصوا به كاع برا ما قط رينا منو شي نبيعوها لا هوناتي ولا نعدوا لا في المهرجانات اللي هو الشيء نختار نمشوا به نشتروا بلد ثاني نقصوا بلد ثاني نمشوا فيه ونعكوا فيه ونبيعوا فيه وبعد منتوجنا ويتبان مسائلنا التقليدية وتراثنا نختار باسم بلسان تعاونا التليميات كنصابوا البخور والرشوش وكنصابوا هذا الشيء تاع التقليد الصناعة التقليدية وكنشاركوا في ياسر وهذا التعاون التليميات خاصة الدعم خاصة بزاف وما كانش واحد اللي يعطي الدعم هنايا في الداخلة ما كيعطوش الدعم لنا بزاف والصناعة التقليدية ما كيعطوش لا دعم لا والو حنا كنصابوا الرشوش كنصابوا هاد الزرابة كنصابوا القدحات كنصابوا القصاعد الصناعة التقليدية كنصابوا البخور كنصابوا كل شيء ما كان اللي يعطينا الدعم ما كان اللي يدعمنا شي فلوس الفلوس ياسر ما كان اللي يعوضها ما كان اللي يعطينا الدعم لا والو بغينا دابا نتكلموا عن الدعم يعطينا الدعم بزاف يزيدونا في الدعم ما عطينا دعم ما عطيناه في الداخلة وهذا الشيء كنخسروا عليه الفلوس ياسر ما كانش واحد يعوض لنا هذا الشيء ما يعطينا الدعم كنصابوا هاد ديال الرشوش كنصابوا البخور كنصابوا الصناعه التقليديه كنصابوا الزرابه كنصابوا القدحات كنصابوا